بقى حضرتك كلمنا عن الضغط العالي والضغط الواطي، يعني ايه عالي ويعني ايه واطي ويعني ايه 120 يعني ايه الرقمين دول؟ ايه معناهم ايه يعني؟ برافو، ده سؤال حلو. القلب بيعمل ايه؟ حضرتك اعمل لي بايدك، برافو عليك. القلب بيعمل كده، ده انقباض، وكده ده انبساط. زي الحياه، ما الحياه كده وكده، ما هي زي الحياه بالظبط. انت فظيعه. زي الحب، ما هو كده برضه وكده وكده. يعني دي سنه الحياه. هتخليه اضحك كويس، ومره تروح قفشه وخلاص ويبقى تمام. اه والله هو بيعمل كده ساعات، القلب بيعمل كده وخلاص ويسكت يعني. صحيح. فالقلب بيعمل حركتين، كده وكده، كده وكده، العمر كله. عايزك تجيب بالونه مليانه ميه وتعمل فيها كده وتسيبها وتشوف الضغط جوه. اما اعمل بايدي على البالونه كده، الضغط جوه بتاع الميه يعلى ولا يوطى؟ اما ازنقها ضغط هيعلى، يعني بتعلى. ولما اسيب ايدي تريح بقى، ده اللي بيحصل بالظبط. القلب ينقبض، الضغط يعلى، ينبسط، الضغط ينزل. اذا يتراوح بين 120 و80. 120 عند الانبساط و80 عند الانقباض و80 عند الانبساط. تمام. بس هو ده الرقمين اللي طيب مغلبين الناس. في واحد بقى او مثلا سيده او بتاع يقول لك انا ضغطي واطي، يعني ياخد ضغطه يبقى 60 اللي تحتاني دوت، فده 60 ده يعني هقول حاجه بس يقول لك لا انا ضغطي واطي كده، او واحد تاني يقول لك لا انا ضغطي عالي كده، يعني انا ضغطي عالي. ده مفيش كده، مفيش كده. هتكلم على الواطي الاول. الواطي بس، الواطي مش شتيمه. لا ما هو بيبقى واطي يعني، ففي مشكله. هقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. الارقام اتغيرت. الارقام اتغيرت؟ اه. فهقولها لك كده واضحه عشان محدش يتلخبط. ضغطنا الطبيعي كام؟ 80 120 80. برافو عليك، برافو عليك. اذا 120 80 ده الطبيعي. اه. بالانجليزي از نورمال. يس يس. بتنضى ايديه. ليه مش كده؟ المثالي. ليه كده؟ ده اللي اتغير بقى. خلاص اه. فلما تلاقي 110 غرز بقى ايه بقى؟ اما الاقي 110 70 كنت زمان اقول ده فيه حاجه، اقول لك ضغطك واطي. دلوقتي اقول له الف مبروك، ضغطك مثالي. تمام. فده اللي تغير في الضغط الواطي. في بنات كتير جدا بيروحوا عيادات بدون داعي عشان ضغطها 110 70. تقول لك ما انا دايخه. ايوه يا ستي، انت لزقتي ده في ده ليه؟ ممكن يبقى عندك 100 سبب تاني يخليكي دايخه. انت عندك شغال في بيتك حرامي، اما حاجه تنقص مش شرط هو اللي خدها. لا طبعا مش شرط. هي عندك بس يعني الاحتمال بيروح له يعني. 110 70 ودايخه. طب ما انت دايخه من انيميا. مش علاقه بالضغط. فبيمشوا بهذا الموال لحد ما تتجوز وجوزها يتعود على الكلمه دي. امي هاتي لي كوبايه ميه، ما بخدمكش انا ضغطي، انا ضغطي مش قادره. مش قادره. كويس. طبعا ده وهم شديد جدا جدا. لكن ضغط عالي ما فيش حاجه اسمها انا ماشي بضغط عالي. طيب زمان برضه يعني ما فيش حاجه اسمها ضغط واطي فعلا؟ لا لا، ضغط واطي يبقى مريض. يعني مثلا واحد عنده صوديوم واطي. يعني ما فيش حاجه انا طبيعتي ضغطي 70 كده و60؟ لا لا، ما فيش كده. كان في كده زمان اللي هو الضغط الواطي الاولي اللي هو اسينشال هايبوتنشن، اتلغى. اتلغى من الطب كله. خلاص. يعني مش مسموح لحد يقول، زي ما زمان مثلا واحد يقول انا عندي القلب، ده مش مسموح. لا خلاص، لازم نعرف عندك ايه في القلب. وبعد ضغطك واطي تعال نكشف. اذا كان هو سابق مرض، يعني مثلا نقص الكورتيزون هيوطي ضغطك. بس ضغطك واطي هعالجه. يعني اذا كل البشر اللي ضغطه واطي لابد يكون الضغط 110 120 70 80. برافو عليك. اقل من كده؟ لا. يبقى في مشكله. اه. يعني اقل من 70 واقل من 110. 160 ومفيش مشكله. 160 ومفيش مشكله. شوفوا كتير جدا جدا. ده ليه علاقه بالعمر؟ لا لا خالص حضرتك، ما لها علاقه بين العمر. طب اذا يبقى الضغط برضه ليه علاقه شويه بطبيعه الانسان. في الستات اكتر. خصوصا البنات في سن المراهقه. تلاقي ضغطهم واطي شويه، بس ماشيين وبنقول لهم روحوا جيم العبوا وكده، مفيش مشكله. يلعب. الرياضه بتفرق يا دكتور. لكن ضغط عالي اسف، مفيش حاجه اسمها انا ماشي بضغط عالي. خالص. ليه؟ زمان كان نهايتنا 140 90. اذا تشخيص الضغط العالي فوق. طيب في حاجه بيعملوها بعض مرضى الضغط اللي هم المتمرسين في الحكايه دي، اللي هو مثلا بقى له يعني معلش يعني بقى له 20 سنه عنده ضغط وكده، فيحس ان ضغطه عالي، هو خد الحبايه الصبح
يقول لك انا حاسس ان ضغطي عالي، يقيس بالحاجه بتاعته دي المكنه دي اللي هي الديجيتال دي ديجيتال، يروح واخد حبايه تانية. ينفع خالص خالص ما ينفعش. فنهايتنا كانت 140 90. اذا انا من حقي كطبيب اشخص ضغط فوق 140 90، مثال 150 على 100 ده دلوقتي ده بالارقام الجديده ماشي. 140 90 يتعالج. الدنيا اتطورت خلاص، مش مسموح. يقول لك هسيبه ليه لما يبقى 150؟ هنقدر نعالجه. انما حكايه ان انا حاسس ان ضغط عالي كثيرا تطلع كاذبه، ساعات تطلع صح، ساعات يطلع صح. طب ايه رايك حضرتك في الجهاز الاجهزه الديجيتال الحاجات دي؟ بس يعني الافضل الزيبق وان الدكتور يشوفه، بلاش احنا ايه يعني. في ناس وبعدين مش عايز الناس تعيش بهساس الضغط ده. في ناس بتقيس 5-6 مرات في اليوم. صحيح. طب وده كلام يعني؟ هو عايش للضغط بقى؟ هو يسيب الضغط ده يرمي حمله؟ بعضهم بيبقى خلص شغله وكده قاعد فاضي وخايف على نفسه. لا، ده يعمل له مشاكل اكتر من عدم الايس. يعمل له مشاكل نفسيه اكتر 1000 مره. يعني الواحد المفروض يقيس ضغطه كل قد ايه؟ كل اسبوع مره. كل اسبوع مره ده مريض الضغط. طب هو لو قاس النهارده ولقاه ملخبط يجري على الدكتور. ما يستناش، بيقول له هظبط الدواء وبتاع. عارف حضرتك بقى العادي اللي في امريكا واوروبا، العادي اللي هو عايز اطمن على ضغط كل 6 اشهر، اللي احنا هنا بنقيس كل يوم. انا كنت رحت دكتور زمان في وسط البلد كل 6 اشهر، كان اسمه اظن الدكتور، اظن محمد عطيه بتاع دكتور رحمه الله، عظيم دكتور عظيم، ده استاذنا. قعدت 4 اشهر اروح واجي يقيس لي الضغط كل اسبوعين يروحك ويروحني، لغايه ما قال لي امشي يا ابني انت ما عندكش ضغط. كان لسه الهولتر ما طلعش. لا، كان بيقيس بالبتاع ده. الهولتر دلوقتي جهاز بيتربط على ايدك اللي هو بيقعد 24 ساعه ده 72 ساعه؟ لا، ما كانش طلع. لا، ما كانش طلع. ده بيعمل ايه بقى؟ قول لنا بقى الهولتر ده حضرتك. يقيس الضغط لوحده طبعا. من شفت زي اصحاب يعني ليك. انا عايز اقول لك حاجه، انا عايز اقيس الضغط وانت نايم. هعملها ازاي دي؟ وفي كل حالاتي بقى هعملها ازاي؟ طب وانت بتجري؟ صحيح. طب وانت طالع السلم؟ طب وانت رئيسك منرفزك؟ واحد رئيسه منرفزه عايز يقيس الضغط ساعتها ازاي يعملها؟ فالهولتر رائع، زي جهاز رسم القلب رائع. والله احسن من جهاز رسم القلب. والله استفدنا ده بقى منه. يعني الواحد لما يكون مثلا في سن معين وكويس ما فيهوش حاجه يركبه يوم يطمن على نفسه. اذا كان هناك شك في ان هذا المريض مريض ضغط، يعني جه قال لك انا مره قست لقيته 150 100 ومره ثانيه 120 80، لما اخذه بقى هنحط لك الجهاز ده احنا اللي نقول. لان حضرتك عارف ان الاسترس يعلي الضغط، اي ستريس. البحث اللي انا عملته وانا بترقى من مدرس لاستاذ مساعد، قست الضغط للطلبه قبل عملت التجربه دي كانت وبعد الامتحان الشفوي. مظبوط مظبوط. في طلبه سجلوا 240 على 140 اثناء الامتحان، وكان 120 80 ورجع 120 80. طيب، يعني احنا قبل ما نختم نبقى عندنا نصيحه مهمه جدا لاي حد ضغطه واطي، ده مش طبيعي. ما تقلقش، بس مش طبيعي. مش طبيعي، وده ليه علاج حاليا. كان زمان يمشي الكلام ده، ولو اختبارات انا طبيعتي ضغطي كانت تمشي، انما النهارده ما يمشيش الكلام ده. لا لا، له اختبارات كتيره جدا، نسبه الصوديوم والكورتيزون ومنضده مائله. لا لا، يعني اللي ضغطه واطي يسلم نفسه، بلاش ايه نمشي انا صراحه ضغطي واطي. دكتور حسين بشكرك جدا، الف شكر. شكرا، الف شكر.